شو بدك؟ يا ربي هذا يا سيدي وانا قاعد بالبيت، قلت لي اطلع لبرا، فتحت باب البيت وطلعت سكرته. بينت مرتك زقت لك الباب كسرت لك ايدك. لك لا يا ربي منك انت الثاني، خليني احكي. هذا يا سيدي طلعت من باب البيت، فتحت الباب طبشت وراي، قفلت بالمفتاح وطلعت، وانا بالطريق شفت موزاية. بينت جارك ابو عبدو لاحشتك الموزاية بالطريق، اتزحلقت فيها كسرت ايدك. يا ربي منك يا حكومة. لا مو هيك سيدي، مو هيك، بعت عنا للموزاية. لك شلون كسرت ايدك؟ هذا يا سيدي طلعت من باب البيت طبشت الباب وراي، قفلته بالمفتاح، انا ماشي بالطريق شفت لك موزاي هالقد قد بعت عنا. وين رحت؟ على دكان ديبو، والا العقيد بجلالة قدره. بينت العقيد وانت فايت لعند ديبو، عمل لك زق وقعد على ايدك الكسيت. لك لا شو زق ما زق، بالعكس كثير بحبني العقيد، بوزني من شوارع ارضي. لك شو كسرت ايدك؟ هذا يا سيدي طلعت من البيت طبشت الباب وراي، وانا ماشي بالطريق شفت الموزاي بعت عنا. انا رايح لعند كان ديبو، مرق العقيد سلمت عليه، بوسته من شوابه وراح دغري قعدت على كرسي الحلاقه. بينت ديبو الحلا سحب لك الكرسي وقعد انكسرت ايدك. لا يا ربي منك انت الثاني. لك لا ما صار هيك، بالعكس قعدت حلقت ورجعت على البيت. لكان مين كسر لك ايدك؟ لك لا حكومة انا ايدي مو مكسورة. لكان ليش ما بتعرف؟ يا ربي مش عمرتي يعني ما تطلب مني اغراض وجيبون على البيت.